بهذا الكيس يمكن عم بتفكروا انه ليه عم يركب بريسز وصفة اسنانه مقبولة، فينا نقول حلوة. هلا بفرجيكم شو السبب الاساسي. ببعض الحالات بيكون عنا بروز بالاسنان بيسبب لنا ريسيشن باللثة، مثل هون اذا فيك تقربي بليز، بهيدا السن بهيدا العمر صار عنا هيدا الريسيشن بسبب بروز الاسنان. منركب بريسز حتى نفوت لجوا قد ما فينا الاسنان، حتى يصيروا بقلب العظم، جزء بقلب العظم.